بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. السلام عليكم متابعي بكام سبور وين ما كنتم. الترجي يبدأ مهمة الدفاع عن اللقب بثلاثية في مرمى اتحاد تطاوين ويعلن عن رقمه القياسي الجديد، وهذا ما قاله كندوزو بعد المباراة. والفريق يتعادل اليوم في مباراة ودية، الفيفا يحدد موعد قرعة كأس العالم. أكثر تفاصيل باش تلقاو معنا في الفيديو، تابعونا للآخر وما تنساوش كالعادة دعم القناة. حقق الترجي بداية قوية في افتتاح مشوار البطولة بعد فوزه على نادي اتحاد تطاوين بثلاثية نظيفة بملعب حماد العقري ببيراتس، وافتتح بن حميد النتيجة للترجي عند الدقيقة 6، وأضاف البلاي للهدف الثاني في الدقيقة 45+1، ودون ينصاص على ثلاثية الترجي في الدقيقة 48 من الشوط الأول. المباراة عرفت برشا أحداث مهمة للترجي، تحطيم الرقم القياسي في عدد الاشتراكات واللي تجاوز 20,000 مشترك في سابقة تاريخية في البطولة التونسية، والتتويج برمز البطولة الموسم الرياضي اللي تعدى وسط أجواء احتفالية وكركاج من جماهير الترجي. هذا وتحدث ميغيل كاردوزو بعد المباراة على عديد النقاط. أولا عدم رضاه على مستوى الفريق ككل رغم إشادته بمستوى البلالي وينساس، ولكن أكد على أنه الأداء الجماعي لازم يرتقي لمستوى التطلعات، كما نوه بمستوى وائل الدربالي وقال أمن بروحه وخدم برشا، هذاك علاش شفنا وجه مغاير للاعب مع بداية الموسم الجديد. وقال زاد في الترجي الهدف دائما الانتصار في المباراة القادمة. ومن أهم النقاط اللي ركز عليهم كاردوزو في كلامه أنه ميركاتو الترجي مازال ما انتهاش، واللي يفتح الأبواب أمام عديد التأويلات، خاصة ونتحدثنا في أكثر من فيديو على اقتراب نعيم السليتي من الترجي الرياضي التونسي. ما زالت ما فماش حاجات جديدة في الملف هذا أو تطورات انتقال نعيم السليتي للترجي الرياضي التونسي، ما زالت ما تمتش بصفة رسمية. فما مفاوضات كما قلت وحكيت، العائق الوحيد هو الطلبات المالية للاعب. في حال يعني تم الاتفاق على كل الشروط بتاع اللاعب سيتم امضاء العقد. ما زلنا ننتظر موضوع نعيم السليتي وانتقاله للترجي الرياضي التونسي. بالعودة للمباراة بتاع البارح، مانيش باش نحكي برشا على الجانب الفني، مانيش باش نحكي برشا على نقاط فنية، ولكن بعض النقاط اللي نحب نحكي عليهم وشفتهم في المباراة هذه. تألق يوسف البلالي وتقديم اوراق اعتماده منذ المباراة الاولى، وشيء مش غريب على يوسف البلالي اللي حكينا عليه عديد المرات، وقلنا هو البلالي ما يستحقش ان نعطيه فرصه، ما يستحقش باش يتأقلم، ما يستحقش الوقت دي دخل ديريكت في صلب الموضوع. وهذه حاجه باهي للاعب اللي عنده رغبه كبيره باش يرجع لصفوف المنتخب الجزائري. وشفنا كما قلت لكم التحذيرات اللي تعديت للترجي الرياضي التونسي، اللاعب خدم برشا وحسن من الاداء البدني خاصه نتاعو. لاعب كما قلنا كونفيرمي، لاعب يستحق مكان في المنتخب الجزائري. ان شاء الله في اقرب الاوقات باش يرجع الى صفوف المنتخب الجزائري. كما قلت لكم يان ساس يواصل التالق، يواصل تسجيل الاهداف بعد المباريات الوديه، واكد في الرسميات لاعب ممتاز. ولكن حسب رايي الخاص ورايي المتواضع، مانيش فاهم علاش ميغيل كاردوزو يعني مصر على انه يان ساس يلعب على الجهه اليمنى، وعندنا موكوينا لاعب الجنوب افريقي اللي انتدبناه وشفنا كي دخل المباراه هذه قدم اداء ممتاز، وقدم يعني كوره اللي نبحث عليها جمهور الترجي الرياضي التونسي. نحبوا الفرجه، نحبوا الامتاع، نحبوا الاهداف، نحبوا الترجي الرياضي التونسي يهاجم ويخلق الفرص. كيف كيف زاد نحبوا الفريق نتاعنا متوازن وما يقبلش الاهداف، ولكن مباريات مع معنا ضد منافس مع احتراماتنا ليه اتحاد تطاوين اللي عنده تقريبا 10 ايام اللي رجع للتحضيرات، كنا نجموا نلعبوا بطريقه هجوميه اكثر، كنا نستغناو على اولو في خط وسط الميدان اللي نعرفوا اللاعب هذا دفاعي اكثر منه لاعب هجومي، ونستحقوه يمكن في مباراه اكبر، في مباريات يعني في رابطه الابطال الافريقيه، في مباريات يكون فيها حسابات برشا، مباريات من النوع هذا نحبوا نشوفوا الترجي يتكور وتخلق فرص كما قلنا، لانه مع احتراماتنا لكل الفرق ماهيش لكن الفرق اللي تنجم تقلقنا. الجهه اليسرى ايمن بن محمد عند دخوله بعد التعويض هو وامين بن حميده قدم مستوى ممتاز جدا، قدم يعني توزيعات عرضيات مسانده هجوميه متواصله عكس اللي شفناه عند بن حميده، رغم انه سجل الهدف الاول. خدمه كبيره من يوسف البلالي، ولكن ايمن بن محمد بصراحه لازم هو اللي يكون على الجهه اليسرى. كيف اللاعب الشاب، اللاعب اللي انتدبناه في الميركاتو الحالي، اللاعب الايفواري كوناتي، يعني لاعب اظهر امكانيات ممتازه جدا، لاعب يتنطر كما يقول بلغة الكره في التزويت، متواجد في كل الاماكن، يحب يلعب الهجوم ديما، يعني يلعب البروفوندير ما يلوش على العرض كما اولو كما
كيما البيفوات يعني الكلاسيك، لاعب كما قلنا ممتاز ونجم نستحقوه برشا باش يكون عنده بلاصته ان شاء الله في تشكيله الترجي الرياضي التونسي في قادم المباريات. لازم ميغيل كاردوزو يعرف وقتاش يلعب ويشرك اللاعبين هذم وقتاش يعني نجم يريحهم كما قلنا انت والمنافس اللي باش نواجهوها. كيف كيف زاد وائل الدربالي اللي اشدت به انا شخصيا وكنت نتابع فيه متابعه خاصه منذ انطلاقه التحضيرات، لاعب قدم اوراق اعتماد وكانه انتداب جديد للترجي الرياضي التونسي. نسخه وائل الدربالي الموسم الماضي انتهت وان شاء الله فما نسخه جديده وفما لاعب جديد، لاعب عنده شخصيه جديده ولاعب عنده ثقه في النفس، شفناه في المباراه هذه يعني سدد اكثر من تسديده وكان وراء كل العمليات وراء كل الكرات وقدم شوط اول من احسن ما فما. لاعب لازم يزيد يخدم اكثر ويزيد يطور من المستوى نتاعو وبحول الله باش يكون رقم صعب في تشكيله الترجي الرياضي التونسي. هذه اذا متابعينا الكرام بعض النقاط كما قلت لكم اللي حبيت نرجع لها للمباراه هذه، مش باش نحلل لكم المباراه بصفه عامه لانه اكيد فما برشا ناس حكيت على المباراه، ولكن حبيت نرجع كما قلت على بعض النقاط. ان شاء الله ميغيل كاردوزو يتعامل باكثر جراه بصراحه في المباريات اللي تكون في متناول الترجي الرياضي التونسي، مع احتراماتنا ديما نقولها ونعودها لمنافسي الترجي كلهم، ولكن لازمنا نشوفوا نسخه جديده من الترجي، نسخه هجوميه ونسجلوا اكثر اهداف ونحضروا بالمباريات هذا والمباريات اللي تستنى فينا خاصه في رابطه الابطال الافريقيه وفي المشاركه القادمه ان شاء الله في كاس العالم للانديه. من جهة أخرى وبعد انتصار البارحة تعادل الترجي اليوم في مباراة ودية أمام جمعية مقرين الرياضية 1-1، المباراة انطلقت على الساعة 10 صباحا وكان شاركت فيها العناصر الاحتياطية واعتمد الإطار الفني على تشكيلة فيها الدبشي بن علي بن محمد جلاسي سميري أوكبيلو العايب العزوني موكوينا وكوناتي وكيباسوي. هدف الترجي في هذه المباراة سجل أوكبيلو في الدقيقة 11 من الشوط الأول. في خبر آخر حدد الاتحاد الدولي لكرة القدم فيفا يوم 9 ديسمبر موعدا لإقامة قرعة كأس العالم للأندية التي تستضيفها الولايات المتحدة الأمريكية خلال الفترة بين 15 جوان لغاية 13 جويلية 2025، وشارك في النسخة الأولى من المونديال 32 فريق بنظامها الجديد من بينهم 5 أندية عربية من بينها ممثل تونس الترجي، وسيتم تقسيمهم على 8 مجموعات تضم كل مجموعة 4 فرق ويصعد المتصدر ووصيف كل مجموعة إلى الثمن النهائي. والأندية العربية المشاركة هي الهلال السعودي، الترجي الأهلي المصري، العين الإماراتي والوداد المغربي. وستقام البطولة نظامها الجديد مرة كل 4 أيام على غرار بطولة كأس العالم للمنتخبات. إذن كأس العالم للأندية الفيفا بدأت تتحضر بصفة رسمية في هذه المسابقة، المسابقة الأهم، المسابقة التاريخية لكل الأندية تقريبا اللي باش تشارك كأول مرة بنظامها الحالي بمشاركة 32 فريق. كنا متعودين كل عام تتلعب بالبطولة هذه بالفرق اللي تتوج في كل القارات، ولكن الفيفا اعتمدت نظام جديد لمسابقة كأس العالم للأندية، وأكيد باش تكون فما أكثر حوافز مالية باش تكون فما برشا مداخيل لهذه الفرق كسوا من العقود الاستشارية اللي باش تمضيها مع الشركات اللي ترغب انهم يدعموا الفرق هذه. كيف كيف زاد الفيفا باش تعطي برشا فلوس كما حكينا للفرق هذه في انتظار الاعلان الرسمي عن المبالغ اللي باش تحصل عليها كل فريق، في انتظار زاد الفيفا تمضي العقود مع المستشارين لهذه البطولة، لانه كما قلت لكم مازالت المفاوضات جارية ومازال ما تحددش بالضبط قداش المبالغ اللي باش تحصل عليها الفرق المشاركة وقيمة يعني الجوائز الماليه بصفه عامه كل فريق قداش مش ياخذ فلوس. ان شاء الله الايامات القليله القادمه نتعرفوا على المبلغ اللي مش يتحصل عليه الترجي الرياضي التونسي من هذه المشاركه الاهم. اذا متابعينا الكرام هذا شعبنا اليوم من اخبار خاصه بالترجي الرياضي التونسي اللي ديما تلقاوها في قناتكم بكام سبور. دمتم اوفياء وشكرا لكم على حسن المتابعه والانتباه، ان شاء الله نتقابلوا في فيديو جديد.